استضافت جامعة شقراء الاجتماع 18 للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة بمشاركة 28 أكاديمياً. شرفت جامعة شقراء باستضافة الاجتماع 18 للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة والتي تضمن الحلول لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأقسام العلمية في هذه الكليات. الاتفاق على خطة عمل موحدة على مستوى كليات الطبية التطبيقية بالمملكة ومناقشة التوسع في البرامج الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل أبرز ما تمت مناقشته خلال الاجتماع. اليوم في اجتماعنا في رحاب جامعة شقراء تطرقنا للعديد من المواضيع المندرجة في جدول أعمال اللجنة من أجل تطوير الممارسات الصحية ومخرجات كليات العلوم الطبية التطبيقية بما يتوافق ومتطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يوسف الحميد، الإخبارية، شقراء.